السلام عليكم ابناء التلاميذ بنات التلميذات كيف ما شرت لكم في الدرس اللي فات في الدروس ديال تعلم الحروف ماشي الحروف الاعداد باللغه الانجليزيه والالوان باللغه الانجليزيه قلت لكم انني أنا غادي نكمل لكم ان شاء الله الاعداد من عشرين الى المئة نوريكم الطريقه كيفاش تعرفوا تنطقوا بال من العشرين حتى المئة

30 40 50 60 70 80 90 يعني غادي تبقاو تزيدو غير واحد جوج ثلاثة يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صافي وغادي تكملو مفهوم المهم الا ما فهمتوش ان شاء الله غنشوف لي كومونتير الا ما فهمتوش غادي نزيد نوضح لكم اكثر المهم راه عندنا هنا اللي كتبت لكم كتبت لكم غير ديال 20 يعني 21 21 22 23 24 25 26 27, 28, 29 مفهوم يلا ان شاء الله باذن الله نتمنى تكونوا شديتوا الاعداد باللغه الانجليزيه المهم كيف ما قلت لكم عندنا هنايا كيفاش على شيء واتس اتس اتس عندنا هادو اللي مكتوبين قدامكم بالصفر يوز A before a consonant uh, use on before a vowel يعني شوفوا قصش كان سعمله A A on speak practice with a friend what's this كان قلوا هنا يا مثلا what's this يعني إما تنجوبوا it's on أو it's on فهمتوا what color it's what color it's أو what color it's فهمتوا it's كان ها ما جايين هنايا الامثله المهم غادي تشوفوهم معايا ان شاء الله كنقولوا هنا واتس ذيس اتس بيج What's واتس كولوريس اتس جرين يعني ما هذا انها الحاقبه ما لونها انها خضراء مفهوم واتس ذيس اتس What's واتس كولوريس اتس جرين مفهوم هنا عندنا Where is دو it's on in under behind in the front of يعني غتشوفوا هنايا غادي نشرحهم لكم كل وحده على حيده ان شاء الله باش تفهموهم مزيان where is the مثلا آه, اين توجد اين يوجد هذا الشيء مثلا where is the bag مثلا it's on يعني الا قلنا it's on it's on the table مثلا راه كنقولوا فوق it's on هي فوق it's in اتس ان هي في 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 الداخل معنا في اتس اندر اندر هي تحت اتس اندر هي تحت اتس بيهاند هي وراء ان front of هي امام فهمتوا امام ها هنايا بعض الامثله اللي غادي تفهموا فيهم اللي غادي تفهموا بهم مزيان ولكن خلينا نكملوا بعدا هنايا الاجوبه ديال هادو واتس uh, ذيس مثلا على الكمبيوتر مثلا بغينا نسولو واتس ذيس غادي نقولو اتس غادي نقولو اتس ا كمبيوتر واتس كولر اتس اتس وايت يعني ابيض الا جينا هنايا الكرسي كيفاش غادي نسولو عليه غادي نقولو واتس ذيس غادي نقولو مثلا اتس تشير واتس it's اتس اتس براون فهمتوا هنايا ابل غادي نقولو واتس ذيس اتس اتس ابل اتس ابل اتس اتس نامبل يعني كاينه هنا كاينه فويل في ابل فهمتوا مادام كاينه فويل غنديروا هذيك ان ان اتس اتس نامبل فهمتو هنايا بال دو بال دو بال شنو غنقولوا واتس ذيس غادي نقولوا اتس اتس بال يعني كاينه كاينه كونسون ما كاينش فويل Uh, what's color? It's blue. It's blue. زرقاء. مفهوم؟ هنا عندنا read ان practice with a friend. هانتوما غادي تشوفوا هنايا غادي توضح لكم غادي يتضح لكم المعنى ديال on in under, behind in the front of ها هما بال بالصور وباش تفهموها مزيان ما معنى فوق وما معنى في وما معنى تحت وراء أمام The bag is on the desk شنو فهمتو منا آه المهم أنا غادي نقول لكم معناه أن الحقيبة راها فوق البيرو The bag is on the desk On the desk فهمتو The pen is on the bag يعني هنا يا القلم راه في الشنطة الداخل في الحقيبة الداخل إين The, the pen is in the bag فمتوه؟ هنا the book is under the desk يعني هنا الكتاب تحت تحت البيرة. فمتوه؟ الكتاب تحت المكتب the book is under the desk فمتوه؟ ها؟ المهم هاي رح واضحة الفرق ما بين on و in و under و behind و in front of فمتوه؟ the chair is behind the desk شنو شنو المعنى دي ديال بيهاند هنا باش تفهموا الشرح ديالها مزيان دو تشير از behind the desk يعني الكرسي آه الكرسي وراء المكتب الكرسي وراء المكتب يعني هنا بيهاند تقصدوا بها وراء فهمتوا هنا The student is front of the desk. يعني هنا يا in front of كان يعني وبيها أمامه. The student is front is 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 in front of the desk يعني راه هو أمام التلميذ وراء المكتب التلميذ أمام عفواً 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 أبناء التلاميذ وراء هي behind يعني uh, in front of كيف ما كتشوفوا على الصورة راه هو في الأمام the, the, the student is behind the desk يعني التلميذ أمام المكتب مفهوم المهم هنايا عندنا سبيك توك اباوت تو بيكتشر وي ديفرنت يعني التلاميذ اه هادو بجوجهم تيهضروا على البيكتشر اللي راهي محطوطه على الطاوله يعني غنتسائلوا غيتسائلوا مع بعض واش اه واش راهي فوق او تحت او وراء واش واش اندر ولا ان ولا بيهاند ولا ان فرونت المهم مع بعض التساؤلات اللي غادي تفهموا فيهم هنا قالوا the bag is, is under the chair سولو واش الحقيبة راهي under the chair the apple is under the is in the bag فهمتوا المهم هانتوما هنايا الجواب هو واضح في الصورة آه شنو قالو الجواب غادي يكون مثلا حنا غادي نجاوبو فهمتوا the bag is under the chair لا the bag is راهي ماشي فهمتوا ماشي تحت الطاوله تحت الكرسي شنو بان لكم واش تحت الكرسي او لا راه كيف كتشوفوها the big is under the chair ها آه صحيحه the apple is in the big راه صحيحه ان راها في الحقيبه يعني التفاحه راه هي غتتوضع في الحقيبه uh, the computer is a is oh, on the table مفهوم is on the table هنايا speaker look at the picture ask and answer يعني غاتشوف شنو كاين في الصوره وغادي تسول وتجاوب فهمتوا is the bag under the desk غادي نقولوا now no, it isn't او غادي نقولوا yes it is فهمتوا غادي نقولو نو no, اتيزنت ازنت ونجاوبو الجواب صحيح او غادي نقولو يس yes, ات از ونجاوبو الجواب صحيح مفهوم نعاود لكم از دو بيغ اندر دو ديسك يعني هنايا ملي كنبغيو نسولو واحد السؤال راه دائما بحال الفرنسيه كنديرو واحد لانفيرسيون ديال سيجي كيولي بحال داك لو فيرب داك دو فيرب تو بي از ولا هو الاول فهمتوا والسابجيكت راه هو ولا من موراه دو بيغ السابجيكت ولا من مور دو فيرب اس دو بيغ اون دو تشير يس ات لولا نو ات ازنت مفهوم انا راه كنحاول نوضح لكم يعني بال... باللغه العاميه الدارجه باش باش تفهموا اكثر لان انا جيت نشرح لكم لونغلي بالفرنسي راه ما غاديش تفهموها كاين اللي ما غاديش كاين اللي ما حتى الفرنسيه كيفاش غتفهم لي كيفاش غادي تشرح ليه كلمات بلونجلي بالفرنسيه فهمتوا اللهم انا كنوضح لكم بواحد البساطه آه ابنائي التلاميذ بناتي التلميذات اولياء الامور المتتبعين اللي عندهم رغبه في انهم يتعلموا من البدايه هذه اللغه والمهم حنا اللي قدرنا عليه الله رحنا حنا في خلال هذه الظروف والله يوفقنا ويوفقكم ما فيه الخير المهم هنايا يعني عندنا ريمبر يعني تذكر كواشن واتس ديس يعني هذا الشيء اللي قرينا في هاد الصفحه قرينا دي كواشن ودي زانسر بحال هكا هما واضحين ريمبر uh, يعني تذكر معي كواشن واتس ديس فهمتوا قرينا واتس ديس ما هذا او ما هذه وقرينا واتس كولر ايتس يعني بالنسبه للالوان شنو من اللون هذا ايتس كذا كذا ايتس كذا كذا وقرينا where is دو اين يعني اين يوجد هذا الشيء البان ابل بال بي كمبيوتر فهمتوا واش كيتوجد ا ولا ان ولا اندر ولا بهاد ولا ان فرونسوف وكنقصدو ب ا فوقه وكنقصدو ب in في في يعني في الداخل ديال الحقيبة أو في أي حاجة كنقصدو بأندر تحت أو كنقصدو بهاند وراء وين فرونتو في أمامه مفهوم كنقولو ويريز دو وكنقولو إيز دو في في, في داكشي انسر اتس ان ان قلنا راه هي ا كنقصد كتكون من وراء بها بيفور كونسون و ان اللي هي ان كتكون بيفور فويل و كيما كتعرفوا لي فويل راه معروفين ا او اي او اي اي هما لي فويل والباقي سوسون دي كونسون فهمتوا بحال الفرنسيه بحال العربيه بحال الانجليزيه هنايا اتس اتس ان 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 در بها ديال فرونتو فيس اتيز نيو اتيزنت يعني هنا راه اما كنقولو اتيز او كنقولو ات فهمتو نقدروا نقولو اتس يعني مني كنبقاو نتعلمو بزاف كنبقاو نقولو اتس كنقراوها هكا uh, اللي يلاه كيبقى كيقرا اللي يلاه كيتعلم كيقول اتيز فهمتو هي كتقرا ات نيو اتيزنت او نيو اتيزنت هذه لا ما فيهاش نيو اتيزنت it isn't لا it isn't صافي now it isn't جاتني بحال يلا مفهوم ابناء التلاميذ المهم هو هذا الدرس ديالنا راه هو انا واضح في الاول انا بينت لكم كيفاش كنكملوا كيفاش كنكملوا على الاعداد لان في الدرس اللي قبل من قريتكم غير من 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10, 11 12. 13, 14 15 16 17 18 19 20 قلت لكم راه من بعد 20 كيسهل قلت لكم اللي مهم هو 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ومن بعد من ورا 20 راه كيسهل الامر من ورا 20 راه غير 1 2 3 4 يعني 21 22 23 24 25 26 27 28 29 صافي كنقول عاوتاني 30 31 عاوتاني كنقول 40 41 42 43 عاوتاني كنقول 50 يعني 51 51 52 وهي هذيك حتى ل 100 ان شاء الله وغادي نكملوا صافي يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كنتمنى نكون وصلت لكم هذا الشيء شويه من اللي راني كنفهم و وإلى حلقه مقبله اناش من حلقه الى الدرس المقبل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته